مرحبا بكم. جميعنا لديه عادة سيئة يرفضها الناس والمجتمع، ولكن أثبتت الأبحاث أن بعض هذه العادات السيئة قد تكون مفيدة، فبعضها صحي للإنسان وتظهر فائدتها على جسد الإنسان. أنا متأكد أنك بعد مشاهدة هذا الفيديو لن تخجل من هذه العادات. بالطبع بعض العادات جيدة وبعضها سيء، ويجب أن تكونوا متصالحين مع عاداتكم. قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. سابعا، البصق. قد يبدو هذا الفعل مقزز جدا، ولكن ثبت أنه يساعد على التنفس بشكل سليم. الطبيعي أننا نتنفس من أنفنا، وتعمل الأنف على تدفئة الهواء الذي نستنشقه، وبالتالي يستغل الجسد الأكسجين بشكل كامل. وعندما نمارس الرياضة نتنفس من فمنا أيضا، وهذا يزيد من إفراز اللعاب، ولهذا يبصق الإنسان ليتخلص منه، ولكن لا تبصق في الأماكن العامة. سادسا، العلكة. مضغ العلكة يعتبر غير أخلاقي في أغلب المجتمعات، حتى أن بعض البلاد تمنع بيعه وتفرض غرامة على من يتناوله. ومع ذلك فمضغ العلكة يساعد في عمل المخ بشكل كبير، أي أنه مفيد. وعلميا مضغ العلكة يرفع مستوى الكورتيزون ويقوي الذاكرة ويساعد في اتزان الهرمونات. خامسا، إخراج الريح. أمر طبيعي، فهو عملية يقوم بها كل جسد، وهي تعتبر نظام تحذير مبكر لبعض الأمراض. وطبقا للدراسات فهي تساعد على التخلص من غازات المعدة التي قد تسبب الأمراض مثل الانتفاخ والقولون وبعض أنواع السرطان، فهو يمنع انتشار الخلايا السرطانية ويقلل من الإصابة بالسكتة القلبية. رابعا، التجشؤ. عملية طبيعية للمعدة لإخراج الهواء الموجود في المعدة ومنعها وحبس الغازات، قد يؤدي للإصابة بالارتجاع المريئي أو الانتفاخ، وعليك حينها زيارة الطبيب. ثالثا، قضم الأظافر. عندما نرى شخصا ما يقضم أظافر ننصح بالتخلي عن هذه العادة السيئة المضرة، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن قضم الأظافر له فوائد أيضا. وطبقا للدراسات فإن مص الأصابع وقضم الأظافر في الطفولة تقلل خطر الإصابة بمرض الحساسية. ثانيا، قلة الاستحمام. مهما كنت إنسان نظيف أحيانا نقوم بهذا الشيء. الاستحمام يوميا هو أمر مضر للصحة، يقضي على عدد كبير من البكتيريا المفيدة، وقد يكون سببا لظهور أنواع السرطان وأمراض الجهاز المناعي. الاستحمام مرة أو مرتين في الأسبوع مناسب وصحي. أولا وأخيرا، التبول أثناء الاستحمام. هذه العادة لا يقوم بها الكثيرون، وقد تبدو أمر مضر، ولكن في الحقيقة هي مفيدة. لقد أثبتت الدراسات العلمية أن التبول أثناء الاستحمام له فوائد عديدة لصحة جلد الإنسان والحصول على بشرة نقية صحية، وكذلك علاج التهابات القدم والتشققات الموجودة فيها وقتل البكتيريا في الجروح، وأخيرا ترشيد استخدام المياه، ولأنك لن تضطر لاستخدام المرحاض. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.